الأمم المتحدة ينادون بتحرير فلسطين، تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ما هذه الخيانة؟ حكام الدول العربية اجتمعوا بالأمس في العقبة، وهذا ما حصل، وهذا ما حصل. يغتصبون ويقتلون الرجال، حق الرجال، يقتلون إخواننا لأنهم يقولون ربنا الله، لأنهم يريدوا أن يحيوا هذا الفرض العظيم وهو الجهاد في سبيل الله. ألا تنظرون يا جيش مصر، يا جيش تركيا أردوغان، يا جيش الأردن، قلة قليلة في جنين ثبتوا في وجه سلاح ثقيل، سلاح خفيف، هذه الذلة المؤمنة، ولكن رعاهم الله، صمدوا أمام الدبابات والطائرات والجرافات وآلاف الجنود. ما هذا الجنود؟ إن الله يضرب لنا مثلا، أن كتب الله